أوجه شكرا خاصا لكل المتطوعين، وهو ضروري ليس فقط ليوم واحد بل لبقية أيام السنة. هذه القلعة مكان لإحياء الديمقراطية، ولهذا يجب أن يتم فتحها للمواطنين بشكل دوري مثل اليوم، وأنتم ترون كم منهم مهتمون بالقدوم والأعداد التي حضرت. أنا بشتغل أعمال تطوعية بألمانيا، بدي ألاقي بغود كروس بالباسافاخت بهايفا سوركند، أو وضمن أعمال تطوعية تلقيت برسالة من سيد رئيس هيرشتاين مايا بالبيغود تبعه من المكتب تبعه، ولذلك أنا موجود هون لأعمال تطوعية، وبتمنى من كل واحد من جالية الكردية العربية الموجودة بأوروبا أو موجودة بألمانيا بشكل خاص يشتغلوا أعمال تطوعية يعطوا صورة حلوة على الوطن العربي، على الكردستان كمان أجمع.